اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن احمد، كابتن ناصر عباس. معلش الارقام دخلت في الاسماء دخلت في بعض. كابتن ناصر عباس، هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك كابتن ناصر؟ مشرف ومنور. كابتن اسلام، ربنا يخليك ودايما كده موفق ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن ناصر. قول لي رايك النهارده في طاقم التحكيم. تمام، خلينا نتكلم قبل ما نخش كابتن اسلام في التحليل والحالات التحكيميه. نقول احنا قلنا ايه في البدايه، في ساعه ما اتكلمنا في بدايه الحلقه. ايوه، واتكلمنا عن طاقم التحكيم وقلنا الحكام، الحكم دايما بيمتلك القدره من عنصر اللياقه البدنيه، وزي بقى عنده القراءه الجيده لطرق لعب واساليب الفريقين. هنا محمد عادل، بقول في البدايه هنتكلم على محمد عادل الاول، كان يملك القدره البدنيه. يعني ايه قدره بدنيه؟ القدره البدنيه بتتكلم في تحمل عام، تحمل سرعه، سرعه قصوى عند اللزوم. لو احنا جبنا الحالات ان شاء الله هنشوفها، هتلاقي ان محمد عادل في كل حدث هو متواجد، في كل حدث قريب. الحقيقه قريب. الميزه كمان في محمد النهارده كابتن اسلام ايه؟ يقدر ان هو يبقى عنده السرعه القصوى في القراءه في الهجوم المرتد، وعنده القدره ان هو يفتح على الاطراف. خلي بالك يعني مش كل جري بيبقى عمودي، ولكن النهارده كان عنده القدره. بيتميز كمان بنوعيه تنويع اسلوب الجري، الجري الخلفي، الجري الجانبي، الرشاقه والمرونه. تقريبا النهارده هو اللياقه البدنيه كانت ممتازه بالنسبه لمحمد عادل. نروح لاحمد حسام طه، وقلنا دايما ان احمد حسام من الحكام اللي هم بيواجهوا ميدان اللعب لضبط حالات التسلل، وبالتالي النهارده هنشوف كمان حاله نموذجيه للحكم المساعد رقم واحد في ازاي بيواكب الهجمه في هدف الهدف النادي الاهلي جابه من نص الملعب، ازاي بيهاجم بيواكب اللاعب اللي هو اخر لاعب في السبرنت وبيوصل لاخر نقطه، ودي بتعتبر بتحتسب لاحمد حسام. اعتقد رجب محمد يمكن كان قدم مباراه كويسه، ممكن عنده حاله واحده لم تؤثر في المباراه بشكل عام. انا شايف ان اداء التحكيم النهارده كان اداء مرضي جدا. كان في حاجه جميله جدا النهارده كابتن اسلام، ومن خلال الحالات هنشوفها، يعني قمه التعاون والتفاهم بين طاقم التحكيم. ايوه، ده كان موجود، كان مهم وحضرتك طالبت بيه قبل بدايه. وده اللي انا قلته واحنا قلناه في الاول. هنشوف من خلال الحالات، يمكن اول حاله هنعرض ونشوف. خلينا نعرض الحالات ونتكلم عن حاله حاله. اتفضل يا كابتن ناصر. دي الحاله الاولى، البعض شافها قال ان هي تسلل. بالظبط، هنمشي كابتن، هنيجي بس في لحظه لمس الكره الاول ونشوف الحكم المساعد هنا، وهنعمل ستوب كابتن. خلينا نقول ان هنا اخر تاني مدافع بالنسبه للنادي الاهلي هو كان اللي هو حاطط رجله اليمين اللي هي مغطيه اللاعب المهاجم، ودي حاله من الحالات اللي فيها تميز الحكم المساعد ازاي قدر يربط ما بين لحظه لمس الكره وموقف التسلل. ايوه، اذا هنا مفيش تسلل فعلا، مفيش تسلل خالص. نروح بقى للعبه ونشوف هل في مخالفه. طيب اتفضل. ولا مفيش. نروح نشوف هنا اللاعب، هنا قبل ما ينجح في لعب الكره هنشوف كابتن اسلام هنا، شوف الرجل هنا، هنا اللعب بطريقه خطره، وبالتالي على الرغم ان الشناوي هنا نجح في لعب الكره، ولكن هنا كان في مخالفه، كان يستوجب احتساب المخالفه على اللاعب المهاجم لصالح. لم يتم احتساب المخالفه. هنا الشناوي نجح في لعب الكره وخد الكره، والحكم امر باستمرار اللعب لعدم التطيع اللعب. ممكن يبقى فيها اتاحه ما اعرفش اسمها ايه، لكن لا، مفيش تحت فرصه ان هنا في مخالفه على المهاجم، وبالتالي النهارده حارس المرمى لما خد الكره يبقى مفيش مشكله، كده كده هحسب الفاول وهعطل اللعب. هو خلى اللعب يتواصل ويستمر، ودي كانت افضل، لان دي كانت هجمه للنادي الاهلي. طيب اللعبه الثانيه، اللعبه الثانيه حاجه مهمه جدا كابتن اسلام هنتكلم فيها. فضل. خاصه بالتحرك والتمركز في الحائط الدفاعي. تمام، هنا توزيع الادوار اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في البدايه، الحائط الدفاعي موجود هنا حضرتك، مين اللي هياخد الحائط الدفاعي ولو حصل في مخالفه لمس الكره بالايد؟ مين؟ لو احنا شفنا النهارده الحكم هيروح ياخد التمركز بتاعه الاول. بالظبط كده، يبقى هنا الحكم هنا بعد ما وقف الحائط الدفاعي اللي هي 9-15 كان في الكوميونيكيشن سيستم تواصل مع الحكم المساعد، قال له من فضلك انت خد الحائط الدفاعي وانا هروح في التمركز، لما هنجيب تمركز الحكم المساعد هنا الحكم في المباراه بس ستوب هنا هنقف. يبقى اذا النهارده توزيع الادوار وتقاسم المسؤوليه كابتن اسلام كان متواجد في المباراه. تمام، هنا انا باخد اللعيبه دي كلها، لان هنا عندي منطقه المفترض ان ممكن يحصل هنا فيها مخالفه، يبقى الحكم خد كل شاف كل حاجه قدامه، شاف هنا، والحكم ساعد، بالتالي كان هناك عنده القرار الاقرب بالظبط. نشوف اللعبه ونشوف ده التمركز يعني السليم، ونشوف هنا وصل الحكم. بص محمد عادل راح فين كابتن اسلام؟ التوقع ان يحصل فيه اي حاجه وصل لحد 6 ياردة، وبالتالي انا بشوف هنا بيبتدي يتحرك، ما وقفش من الثبات ومتابع اللعب كويس قوي قوي، وبالتالي هنا انا بقول حاله من الحالات التدريسيه التحكيميه اللي نقدر من خلال النادي الاهلي ومن خلال قناه النادي الاهلي نقول لحكامنا هو ده التعاون، هو ده التفاهم، هو ده تقاسم المسؤوليه بينك وبين الحكم المساعد، لان انا مفترض
مش هقدر انا امسك حائط دفاعي واجي امسك هنا اللاعبين. تمام. اللعبه اللي بعد كده قلنا دايما ان الحكم الشاطر كابتن اسلام ازاي هنا ستوب هقف هرجع تاني بس كابتن سمير بعد اذنك هنا النهارده هنا انا بعتبر ده هجوم معاكس كابتن اسلام. خلينا نتكلم في عنصر مهم جدا مش كل الحالات اللي هنجيبها تحكيميه طبعا. نتكلم ازاي الحكم يقدر يتحرك على ارضيه الميدان. شوف محمد عادل هنا في البدايه هنا كانت هجمه وهجوم معاكس. هنمشي يا سمير كده شويه سيبها عادي بقى نمشي سبعه. شوف هنا هو ابتدى عنده القراءه. بص كابتن اسلام ابتدى يفتح الخطوه شويه ابتدى يفتح الخطوه شويه اتلعب الكره ناحيه الشمال. هنشوف هيعمل ايه هو لما هنا راحت على الشمال ابتدى يروح كمان يفتح الزاويه كابتن اسلام ناحيه الشمال ما جاش عمودي ستوب هنا. ليه هو جه هنا؟ كان ممكن يقف هناك لو حصل هنا مخالفه هتبص تلاقي في جاب بينه وبين اللعبه وبالتالي هنا جه في الفتح هنا على الاطراف. دي قراءه جيده للحكم في طرق واساليب اللعب ودي اللي بنحلم نقول وبتسهل الماتش وبتخلينا نبقى متاكدين من القرارات اللي بياخدها بالظبط كده. فانا بقول النهارده محمد كان عنده القراءه الجيده لطرق ولعب اساليب الفرقتين ودي مهمه بنعلمها لحكامنا في اللي بعد كده الماتشات. نشوف هنا حالة التسلل حالة من حالات التسلل عند المساعد رقم 2. شوف هل في تسلل ولا ما فيش. وقلنا دايما ان التسلل بتحسب كابتن اسلام لحظه لمس الكره واللمسه الاولى اللي هي بنحاسب عليها. لا هنرجع لحظه اللمسه بس نشوف ونطلع الكره سنه ونشوف تمركز الحكم يا كابتن. ستوب كابتن اسلام من غير تمركز جيد للحكم المساعد وربط لحظه اللعب والموقف مش ممكن هتجيب الحاله بشكل كويس. يبقى انا بطلب من الحكم المساعد يكون مواجه للملعب نمره واحد مواجه للملعب الكور. مع اخر تاني مدافع متمركز صحيح لحظه الربط ما بين اللمس والموقف ده المهم وبالتالي حاله من الحالات شوف التمركز طبعا ما هنا مع اخر تاني مدافع وبالتالي هنا الحاله من حالات التسلل الواضحه وهنا بنشيد بالحكم المساعد احمد حسام. بعد كده دي ما اتحسبتش هنا 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 حاله من الحالات قريب جدا. هقول لك حاجه مهمه انت قلت حاجه جدا مهمه جدا يا كابتن. يعني هو بص كابتن دايما لما الحكم بنقول لحكامنا ايه ما تحاولش تعمل زوم على اللعبه لانك انت مش هتشوف التفاصيل فخد زاويه تقدر من خلالها تقدر تشوف الحدث كله ما تقربش قوي يعني جدا لان القرب دايما قوي قوي يديك حاجات مش مظبوطه في تفاصيل اللعبه. انا بقول ان هنا في مخالفه موجوده كان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء ل هنا انا شايف ان هنا اللعبه بتهور ولكن قرب الحكم قوي زياده عن اللزوم خلى ان هنا مفيش مخالفه ولكن بقول محمد من فضلك لو سمحت حاول في الالعاب دي تاخد خطوتين ورا عشان تقدر تشوف كل التفاصيل بتاعه الحاله. بعد كده دي حالة تسلل هنا تاني برضك بنتكلم على التمركز الصحيح للحكم المساعد وكيفية ضبط التسلل وكيفية ان هو يكون مواجه للعب. نشوف تمام هنا كابتن اسلام لحظة التسلل موجود وبالتالي انا بشيد النهارده بأحمد حسام طه حقيقي فعلا كان عنده تركيز عالي جدا ربط كويس قوي قوي كان مواجه للعب تحركات جانبية على الخط كابتن ولا اروع دي مهمة جدا للحكم المساعد. اللي بعد كده دي لمسه يد تم احتسابها لمسه يد هنا بنشوفها تمام وهنا طبعا هنا في التعاون بقى اللي احنا بنتكلم فيه كده. انا قلت في الاول ازاي انك انت النهارده اللعبه دي عند مين يا كابتن اسلام؟ عند الحكم مساعد رقم واحد. مساعد الحكم الايد دي مين يشوفها؟ مساعد الحكم الكلام ده جميع حكامنا في مصر يا جماعه من فضلكم خلي بالك تتدخل بالقرار لما يكون الحكم بعيد شويه. هنا الحكم مش متواجد هنا الكابتن محمد عادل مش واضح خالص في الصوره وهو دوت اللي احنا بنطلبه من الحكم مساعد من فضلك ادي القرار في لحظه ان الحكم يكون بعيد وما عندوش زاويه رؤيه. تمام انا بشيد بالحكم المساعد في التعاون وتعاون الحقيقه طبعا نموذجي والحكم خد بالقرار ما فيش كلام. اللعبه اللي بعد كده اتفضل يا كابتن ده الهدف حاله من الحالات ستوب لحظه التمرير بس هرجع تاني سمير بالظبط وعاوزك كابتن اسلام تربط ما بين الحكم المساعد الله يخليك وتشوفه ولحظه التسلل. اولا هنا الحاله ما فيهاش تسلل خالص ممتاز نيجي بقى هنا دور الحكم المساعد النهارده لان في لعبه هتيجي جميله جدا نشوف هنمشي ونشوف الاسبرنت بتاع الحكم المساعد هنا نفس السرعه يمكن الزاويه الثانيه هتجيب الحكم وهو الحكم المساعد وهو بيجري بالظبط كده مع اخر لاعب من المهاجمين لان هنا في حاجه ثانيه هتتعمل يا كابتن اسلام ايه؟ ان هنا في باصه عمل للاعب الاهلي لو انا النهارده الحكم مساعد ما وصلش لاخر نقطه
ما يقدرش يحدد ان كان هنا في هنا هنشوف هنا كابتن اسلام من الزاويه ديت. شوف احمد حسام طه لما لقى اللعب يتواصل هنتابع نمشي هنمشي كابتن سمير هنمشي هنا يمكن هنا مش جايب الحكم مش ولكن انا بشوف ان هنا الحكم لكن هي واضحه ان هو طالما سليم اللعبه سليمه وهنا الهدف جاي الكره طبعا سابقه طيب. وهنا الهدف سليم مليون في الميه للحكم المساعد احمد حسام اللي بعد كده اتفضل هذه الحاله والحاله دي من الحالات اثارت لغط شويه اثارت لغط احنا قلنا دايما انا قلت محمد عادل موجود في المكان يا كابتن اسلام عايزين نشوف هنا هل مين اللي لعب الكره كابتن اسلام مع بعض واضحه كابتن اصل لو الكره ما اتلعبتش من رامي عمرها ما هتطلع كده بص نشوف نشوف كابتن عادل انا عندي اكتر من زاويه هنا الزاويه دي مش مديني مش مديني فيها اي حاجه خالص كابتن اسلام كابتن هنا بس هنا الكره نفسها طريقه هنا. لعب الكره واتجاه الكره يقول ان هي تمام. رامي اللي لعبها انا عندي ثلاث زوايا اتفضل ماشي. يعني هي دي مشكله عندنا في مصر ثلاث زوايا أيوه. هتاخد بقى زاويه يعني خلينا نتكلم معاك بقى بصوت عالي كده اول زاويه مش واضحه اللعبه فيها كابتن اسلام خالص يعني هنا اول زاويه هنا مش شايفين حاجه لا لا هنا مش هتشوف حاجه طيب ثاني زاويه اللي هيشوفها هيقول لك ضربه جزاء ثاني زاويه هي مش ضربه جزاء هنشوف ثاني زاويه ثاني زاويه كابتن اسلام هنا ثاني زاويه يعني دي اقرب حاجه هنا. بس دي واضحه كابتن ليه لانه دلوقتي هو لو لاعب هنمشي لا هنمشي معلش خلينا بس ثانيه واحده فيها سمير ثانيه واحده سمير كابتن دي لو اللاعب رقم 28 لاعب مصر هو اللي استحوذ على الكوره تمام الكوره كانت هتبقى قدامه بالظبط هتبقى قدام اللاعب رقم 28 تمام. لكن رامي لما حط رجله تمام الكوره رجعت مكان ما هي رايحه تاني كويس هنا في الزاويه دي رامي بيطلع الكوره لكن اللاعب عايز يروح يجيب جول انا معاك ممتاز انا عندي زاويه دي زاويه هنا واضحه الرجل هنا راحت ما بين رجلين يعني مفيش هنا مخالفه برضك يعني هنا حتى هنا مفيش مخالفه هنا بص راحت ما بين رجلين المهاجم هات لي الزاويه الاخرانيه ما انت هتحتار لو انت رحت الزاويه الاخرانيه هو انا هنشوف. كابتن لو محتار هي دي الزاويه دي مش اتفضل يا كابتن نشوف هنا الزاويه الاخرانيه هنا اهو هنا مين اللي نجح في لعب الكوره كابتن اسلام رامي السؤال لا هنا نشوف مين رجل مين دي رجل اللي لابس احمر ده مين الاحمر ده المهاجم كابتن اللي هو بتاع مصر المقاصه انا بتكلم كلام هنا الزاويه الثالثه لا زرقاء ده ولا حمراء ده لا هي الجزمه بتاعت لاعب المقاصه ونجح هنا في لعب الكره وهنا بنقول حاله من الحالات الجدليه اللي هي اللاعب هنا اصلها لعبه غريبه هنا نجح اللاعب المهاجم خلينا نتكلم هنا اتفضل هنا لما عندما ينجح المهاجم في لعب الكره وهنا في ريسك من المدافع انا بقول الكلام دوت ليه لان انا كمدافع لو انا ما عنديش نسبه تاكيد يا كابتن اسلام في لعب الكره ما اعملش التاكلنج او اعمل الزحلقه هو كابتن لو اللاعب معلش انا برضو عندي مشكله هنا لانه لو اللاعب رقم 28 لاعب مصر هو اللي لمس الكوره الكوره هتبقى قدامه هي الكوره راحت ازاي يا كابتن اسلام هي الكوره ما راحتش بوش رجلي فهتغير اتجاهها الناحيه الثانيه عموما هي بص انا بقول ايه انا عندي ثلاث زوايا اللي خلاني اقول ان هي مش ركله جزاء بالمناسبه بقول لحضرتك عايز مفيش مشكله تمام. لكن انا بقول لك ان اللي خلاني انا اقول ان هي مش ركله جزاء ان الكره راحت اتغيرت اتجاهها ناحيه رجل رامي بعيد ايوه بالظبط يعني كده لو لعب انا برضك عشان ايه ما نقفش علينا كتير تعال نشوف الحكم محمد عادل اتفضل واحنا نشوف بقى هات لي اللقطه سمير اللي هي محمد ويقول ما فيش مخالف وصلني كده لاخر مرحله وهو قريب ستوب هنا خلي بالك هنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا كابتن اسلام امتى بنمشي وندعم قرار الحكم لما يتواجد في الحادث لما يتواجد هو متواجد اهو طب لو محمد عادل النهارده في نص الملعب لا هتقول هتتكلم يبقى انا النهارده ما عندوش عذر ده الفرق ما بين الحكم المهمل او اللي اهمل والحكم اللي وصل وقدر يوصل حاله من الحالات اللي احنا محتاجين تصوير فيها زاويه الاولانيه مش جايبه حاجه الثانيه جايبه ان اللاعب رجليه عدت الثالثه جايبه ان اللاعب المهاجم نجح انا النهارده بحتار في هذه اللعبه وفي نفس الوقت بقول ان الحكم هنا اصدق واحد في القرار وبدعم قرار الحكم المساعد بعدين هي لو فيها يعني لو فيها حاجه هتلاقي برضو الحكم المساعد وهو هنا مين هيبقى صعب الحكم المساعد يدي كابتن لان المسافه ما بين الحكم المساعد والحدث تقريبا 40 او 35 يارده اقرب واحد للحاله ديت تقديريا ودي حاله تقديريه على فكره للحكم هو اللي بيدي في القرار لحكم المباراه خلينا نشوف الحاله اللي بعديها الحاله اللي بعد كده
هنا الاول انا عندي شك في تسلل. بعيدا عن التسلل انا كره زي دي برضو يا كابتن تخليني اقول ان الكره الاولانيه مش ضربه جزاء. ليه؟ لانه هنا التحايل واضح جدا. لا انا هشرحها كابتن اسلام. خلينا الاول بس نحكي في الاول كابتن سمير، هات لي موقف اللاعب في الاول، هل هناك تسلل ولا مش موجود التسلل؟ نجيب اللعبه لايف الاول. لا انا حابب ان انا اجيب اللعبه من الاول. هنا كابتن لحظه التمرير ونقف. الكره فين؟ هنا لو في زاويه من الجنب كابتن سمير لو نقدر نجيبها. ممكن تسلل بصدره. هنا احنا قلنا تسلل دايما بيبقى يا بجزء من القدم يا بالجسم يا بالراس. شايف ان هنا التسلل موجود بجزء من الجسم، وبالتالي هنا هي راحت من الحكم المساعد اللي هو رقم 2. نيجي بقى للحاله اللي هي المهمه اللي نقدر نفرق ما بين التحايل وما بين احتساب المخالفه. يعني ايه التحايل يا كابتن سليم؟ التحايل هو اللاعب الذي يصنع التحايل، هو اللي بيصنعه. لا هي مش اوفسايد يا كابتن حاجه. لا 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 استنى بس كابتن، هنا في رقم 2 لحظه التمرير بس ستوب. لا اللاعب اللي عندي هو اللاعب هنا اللي عندي هنا مغطي تمام مغطي. يبقى هنا اللاعب ماشي مفيش مشكله خالص، هي حاله من الحالات الصعبه، وكان يجب على الحكم المساعد هو كمان يعني يتاخر شويه لان التمركز ما كانش مع اخر ثاني مدافع. نروح لقرار محمد عادل في احتساب حاله من الحالات المهمه جدا جدا كابتن اسلام، ونشوف هنا. اعتقد هنا يعني نقول ان يستمر اللعب برضك، لان لو افترضنا ان هنا اثنين على خط واحد ماشي، ولكن الحاله الاصليه بتاعتنا هي التحايل اللي حصل. خلينا نمشي يستمر في الحاله ونشوف هل دي في تحايل فيها تحايل ولا لا. نشوف الحاله. هتجيبوا لنا الحاله يا شباب ولا ايه؟ دي اخر حاجه تقريبا في الحاله دي مهمه جدا. لان انا يهمني جدا ادي رؤيه للمشاهد اللاعب اللي بيصنع التحايل واللاعب اللي بيقع نتيجه الاصطدام يا كابتن اسلام. ايوه اصطدام يخلي اللعب يتواصل افضل. هنا محمد عمل هنا اللاعب 8 عمل ايه يا كابتن؟ هنا هو الذي بدر بالسقوط، يعني هو اللي صنع السقوط، وبالتالي انا ما اقدرش ما اديلوش انذار في هذه الحاله. في فرق ان انا اسقط نتيجه الالتحام وده مشروع، وبنقول لحكامنا دايما تخلي اللعبه تواصل، وفرق ان انا بصنع التحايل. وهنا انا في الحقيقه طبعا بحيي محمد عادل لان هو النهارده قدر يفرق ما بين التحايل واستمرار اللعب في البطاقه الصفراء اللي هو اداها في المباراه. بشكل عام النهارده انا شايف ان التحكيم النهارده زي ما قلت في ثلاث عناصر، التعاون كان موجود، القرارات الفنيه كانت بمعيار واحد، شايف ان النهارده كمان عنصر اللياقه البدنيه كان موجود في المباراه. بدي التحكيم النهارده امتياز للاداء المتميز اللي هم ادوا بيه المباراه النهارده كابتن اسلام. اذا يستحقوا الحقيقه في هذه المباراه الامتياز. نتمنى ان يكون التحكيم خلال الفتره القادمه، وان شاء الله نعمل حلقه كابتن نتكلم فيها عن التحكيم اكثر، لان هناك اخطاء واضحه بالظبط التحكيم المصري خلال هذه الفتره في كل المباريات مش في مباراه الاهلي فقط. ان شاء الله كده. انا بشكرك يا كابتن على وجودك معانا. ربنا يخليك. انا بشكرك جدا وبشكرك على يعني انك انت استحملتني النهارده. ربنا يخليك يا كابتن، دايما منور. بشكرك شكرا جزيلا. فاز النادي الاهلي في هذه المباراه في الجوله رقم 12 في الدوري العام المصري، ليستطيع ان يضع ثلاثه نقاط هامه جدا في رصيده ويصل للنقطه 30 من 10 مباريات، ويعتلي قمه الدوري كالعاده خلال الفتره الاخيره، ويصل الى نقطه 30 زي ما قلت لحضراتكم، وفي المركز الثاني المقاولين العرب ب 26 نقطه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. هننتقل بقى بعد كده الى البطولات الافريقيه او البطوله الافريقيه يوم السبت القادم، مباراه النادي الاهلي ضد نادي بلاتينيوم. ان شاء الله هكون مع حضراتكم يوم الاربعاء نتكلم اكتر عن هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي على هذا الفوز. اشكركم وان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء وحلقه جديده من ملعب الاهلي.